مش فاهم. طيب جينا دلوقتي لفقره التوريط. فقره التوريط دي طبعا حضراتكم اللي كتبتوها في الهاشتاج بتاع سيناريست على الهواء او سيناريست على الهواء. والاساتذه النهارده هيتورطوا وهيمثلوا مشاهد صغيره كده، هنشوف مشاهد صغيره عشان ما فيش وقت. لكن ياسر، هنبدا بالاستاذ ياسر الزنكلوني. يا استاذ ياسر الزنكلوني ضابط وضيع ملفات مهمه في الشغل تكاد ان تطيح به من منصبه. نسيب استاذ ياسر كده. ضيع يا ياسر. يلا استاذ ياسر معاك ربنا. اتفضل. اول توريط مع الاستاذ ياسر الزنكلوني. اعمل ايه؟ اعمل ايه يا ربي؟ الملف ده لو ما لقيتهوش انا ممكن اخسر الترقيه بتاعتي. لا انا دخلت كليه الشرطه عشان اوصل للرتبه دي. ازاي؟ انا حطيته فين؟ حطيته فين؟ مش هنا ولا هنا. بس اكيد المساعد بتاعي هو اللي عمل فيا ده عشان يفقدني الترقيه. انا عارف. شكرا يا استاذ ياسر. حاجه على السريع كده على ما اسم. ازيك يا استاذ ياسر؟ ازيك صحتك عامل ايه؟ الله يخليك. اتفضل اتفضلوا يا اساتذه اتفضل. انت مكسوف. انا ما عنديش توريط انا النهارده. لا ورطك تعال. انا ما عنديش توريط. لا ورطك ورطك الاستاذ جبر. هنحاول بقدر الامكان نعمل اللي مكتوب عندنا لو في وقت. يعني استاذ جبر دور شرطي، شرطي مباحث، ويقعد مع الاستاذ ياسر اللي هو المجرم ويقع بلسانه ويفضح نفسه بمنتهى العفويه. اوكي استاذ زكريا فضل. بمنتهى العفويه اطلع بره. طبعا ممكن يساعدني. ممكن يساعدك طبعا. تعالى تعالى انت العسكري بتاعي. يلا يلا تاني توريطه. يلا شباب ربنا معاك. قاعد المجرم عسكري. استنى ما انا اقعد اتفرج عليك. تعالى يلا بينا نقعد تحت الشمسيه. قاعد المجرم عسكري زكريا. اقعد يا مجرم هنا واسمع كلام لا البيت. قعدوا هنا يا عسكري زكريا. اقعد هنا يا واسمع كلام البيت. اقعد. حضرتك ده سحري. اقعد. الاعتراف. حضرتك بس من غير ضرب والنبي. اوعدني اوعدني ان انت تعترف. هتعترف؟ هيعترف. اعترف يعني. استنى يا زكريا انا جايبك معايا عشان تساعدني مش عشان يعني. انا اسف. اتفضل اتكلم. اتفضل اتكلم لوحدك يا زكريا. اتفضل. وعدني انك هتعترف. بس بلاش العسكري زكريا. زكريا تحت السيطرة. انت هتعترف؟ ايوه يا فندم. وعد؟ وعد يا باشا. قتلته ازاي؟ اعترف عادي ده البيه صاحبنا يعني. كده اهو. برافو. انت ايه ده؟ ايه السهولة دي؟ وقتلته عادي؟ وسرقت حاجة؟ كل الفلوس اللي كانت في جيبه والساعه. اقعد. حاضر. اقعد. حاضر يا باشا. بس بلاش زكريا. انا جنبك يا حبيبي. انا عايزك تحكي لي. انا حاسس ان انت في حاجه مخبيه عليا. احنا مش صحاب؟ لا 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 احنا مش صحاب. انا لص. انا مش عايزك تتعامل على اني انا الضابط وانت المجرم. احنا اخوات وصحاب. انا حسيت بالطلب دي. احكي لي ايه اللي حصل. حاضر يا فندم. انا بس عجل. يلا حركه. يلا. انا اللي حصل ان انا كنت مراقب الشقه دي لغايه ما عرفت ان هو المجني عليه ده لوحده. فانتهزتها فرصه. عملت ان انا مندوب مبيعات. ورحت رنن على الجرس كده اهو. ففتح لي الباب كده اهو. ايه ده؟ فدخلت لقيته لوحده. فرحت غزه كده اهو وسارق الساعه. ايوه لا ما دام جبت سيره غزه. احسنت يا استاذ ما شاء الله. طب يلا التوريطه اللي بعد كده. عايزين في حاجه لطيفه. استاذ جبر واستاذ ياسر عندهم مشكله في السمع هما الاثنين. وبيسمعوا الحاجه على كيفهم يعني. كل واحد بيسمع. لا مش دعوه انت اللي بتكلمنا. مش كبار. مش كبار ولا صغيرين يعني. لا براحتكم يعني. الموضوع موضوع. مع بعض بقى. موضوع موضوع. يلا يلا يا اساتذه اتفضلوا. لا 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 انت تايه. انت تايه. اتصل على عسيبكم بس اروح كده مشوار وارجع. انا يا غزي غزي. ايوه استنى. ايوه كبار في السن يا شباب يعني. زحك يا يحش. جبر يا اخويا عامل ايه؟ ايه؟ انت الحاجة؟ دوامة؟ دوامة ايه؟ اللي انت ساند عليه؟ دي العوامة. دوامة؟ لا مفيش دوامة في الموضوع. انا بقول عوامة. جبت العوامة؟ مالها الحوام؟ الحوامة دي اللي بتعوم في المية اللي بنركبها؟ حسب بنشربها يعني. لو هتجيبها هنشربها. هنعمل ايه؟ احط لك سكر؟ سكر؟ بنجر. ايه بنجر يا عم؟ اسمعني عايزين نروح الملاهي. تايه 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 فين يا عم؟ عايزين نروح الملاهي وناخد الدوامه. الحوامه. العوامه. سادزة بنجر. طيب الاستاذ جبر بيبيع اشياء غير مرئيه للاستاذ ياسر الزنكلوني. أيوة. ويقنعه ان هو يشتريها. قرب 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 قرب. الاستاذ جبر يبيع الهوى للاستاذ ياسر الزنكلوني.
يا غزي يا غزي. اهلا وسهلا. معاك محمد جبر من شركه كل شيء كان، ولو مش باين هيبان. تمام. تحب تاخد فكره عن منتجاتنا؟ اوعدني لو عجبتك تشتري. الاسعار اهم حاجه. الاسعار في المتناول. طب هايل جدا. طيب ايه راي حضرتك لو تاخد معانا الخلاط اوريه لك؟ طيب تمام. بص بقى ده خلاط. الخلاط ده لو ركزت. ثانيه واحده، فين الخلاط؟ ما هو قدامك. طب لا استنى، ما تلمسوش. بص هو انت ممكن تبقى شايفه خفيف بس هو يعني هو لما تيجي تشتري هتشوف. طب بس هو ده يعني ده بلاستيك ولا شفاف ولا ايه؟ هو خلاط، هو زي ما انت شايفه. طيب ده بتحط فيه الحاجه تعمل. طب هيقع كده. هيقع. تشتري؟ اشتري. ولا طب اوريك حاجه ثانيه. تاخد التفاحه. تفاحه، انت معاك تفاحه. طب تمام. بص بقى ثواني بس. يعني حط ده جنبك كده. كده بيدق. بص بقى دي تفاحه بتاكلها بتبيض لك سنانك. معلش انا دايما اعرف ان تفاحي احمر اخضر، انما ايه التفاح الشفاف ده؟ دوق 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 بس. ايه يعني اغسلها قبل ما تاكل؟ امسك والله ما هي يعني مش هحلف عشان افهم منه. بص. طيب ايه رايك بقى تاخد معايا الجوال الجديد؟ الجوال. بص بقى ده بقى، بص الشاشه قد ايه. ده بقى ده تاتش، في شغل جميل جدا. ما تقوليش انك مش شايف. بص كمان ده في ميزه ما نزلتش. الفايبريشن، يعني ده لما حد يكلمك ممكن يعمل قصه الاهتزاز. وريني. طب الفايبريشن اقول لك العجه. اظهار رقم الطالب. اظهار رقم الطالب ده الاول مره في الجوالات. طبعا انا بعاني من الموضوع ده جدا. لا لا، اظهار رقم الطالب ممكن تخصص نغمه لحد. ايوه بس هو فين الموبايل بقى حضرتك يعني؟ يا لا بتهزر بجد يعني. اهو ده سعره هايل. اشتري اشتري مني وهتلاقي انبسط على الاخر. خد بس كده الموبايل. طب ده اخده اوفر. كسرت الموبايل. الموبايل اتكسر يا اساتذه. الموبايل اتكسر. احسنتوا يا اساتذه.